ازيكم يا جماعه؟ معاكم يحيى، والنهارده معانا مراجعه احدث سماعه لاسلكيه بالكامل من ابل، وهي الايربودز 3، الجيل الثالث من الايربودز، السماعه اللاسلكيه الاكثر شهره في العالم والاكثر مبيعا في العالم. مفيش حد ما يعرفش ايه هي الايربودز، السماعه البيضة والموديل المميزه جدا اللي كل الناس حاطينها في ودانهم، والبيضة البيضة بس بدون توفر لألوان تانية. أبل مصممة على اللون الأبيض، واللي هو لون بقى بيميز براند الايربودز زي ما هو واضح من الانترو اللي احنا عاملينها، اللي احنا تعبنا فيها جدا، فيعني ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب عشان حرام يعني. المهم، الايربودز 3 أبل أصدرتها مع الايفون 13 ولا مع الام 1 ماكس؟ أنا نسيت، فاكر الام 1 ماكس. المهم، الايربودز 3 اللي قبل اصدرتها في مؤتمر اطلاق الام 1 برو والام 1 ماكس تقريبا، محدش متأكد يعني. احنا دخلنا في ديبيت شديد جدا، هل هي اصدرت في الايفون 13 ولا اصدرت مع الام 1 ماكس؟ المهم انها اصدرت في النص الاخير من سنة 2021، واللي هي تعتبر هجين بين الايربودز برو الاغلى والايربودز 2 القديمة، هي حاجة بينهم، حاجة بين الاتنين، كأن الاتنين اتجوزوا وخلفوا الايربودز 3، حاجة بينهم لدرجة ان السعر بتاعها بينهم بالظبط. السماعة دي الايربودز 3 بتيجي بسعر $180، في حين ان الايربودز القديمة السكند جينيريشن بتيجي بسعر $130، اما الايربودز برو بتيجي بسعر غالي جدا جدا $250. السماعة دي بسيطة جدا، ويعني من كتر بساطتها ومن قلة الفيتشرز اللي فيها انا اقدر اكتفي بهذا القدر من الفيديو، واقول لك شكرا واشوفكم الفيديو الجاي، لان خلاص ما عادش في حاجه، انت كده هتبقى عرفت كل المهم اللي فيها. ولكن في شويه نقاط ممكن نتكلم فيها تساعدك وانت بتشتري، لو انت محتار تختار دي ولا تختار الايربودز القديمه ولا تختار الايربود برو، هو ده اللي هنحاول نجاوب عليه النهارده. الايربودز 3 الكيس بتاعها بتيجي بتصميم قريب جدا من تصميم الايربودز برو، بتفتح بالعرض مش بالطول زي الجيل القديم، وما زال الكفر ابيض ولامع وبيجرح بسهوله جدا. السماعات نفسها بقى اول ما تشوفها لاول وهله هتقول ايه ده، ايه ده، مش دي الايربودز برو؟ هي نسخه منها نفس الشكل تقريبا، بس لما تحطهم جنب بعض هتلاحظ ان الايربودز برو بتيجي في اخرها الجلده اللي بتخش جوه ودانك، لكن الراس بتاع الايربودز 3 هي راس بلاستيكيه، وانا بصراحه بحب ده جدا. يعني اي سماعه براس بلاستيكيه بتبقى مريحه جدا في وداني وما بتعمليش اي التهابات ولا اي حاجه، لكن اي سماعه بجلد بتبهدلني، تعمل التهابات شديده جدا جوه وداني، عشان كده انا ما كنتش بطيء الايربودز برو. ولكن ده بيفرق في الفيتنج، في المقاس بتاع ودانك. في ناس كتير السماعات البلاستيكيه دي بتقع من ودانهم لان ودانهم كبيره شويه، فالناس دي بيبقى افضل لهم ان هم يروحوا مع سماعات جلديه براس جلديه عشان تقدر تغير مقاسها بقى. الموضوع بيختلف من ودن للتانيه، بالنسبه لودني، ودني بتحب السماعات البلاستيكيه دي. والراس بتاع الايربودز 3 البلاستيكيه هنا احسن من اي سماعه بلاستيكيه جربتها، لان الراس بتاعها مبططه فمش بتخش جوه الودن اصلا، هي بتستقر بره على الودن كده، بتنام عليها. والاهم من ده كله بقى هو التحكم. الايربودز 2 والايربودز الاوريجينال القدام كانوا بيجوا بديل طويل، وكان التحكم فيها من خلال اللمس على السطح الخارجي، واللي جرب الفكره دي في السماعات هيعرف ان التحكم باللمس في السماعات اللي بتخش جوه الودان هو اسوأ اختراع في العالم، لان كل ما تيجي تعدل الفيتنج مثلا وتحشرها جوه ودانك اكتر عشان ما تقعش، هتلاقي نفسك عملت تحكمات بالغلط، وقفت الاغاني، جبت الاغنيه اللي بعدها، ايا كان. جات الايربودز برو بقى وحلت المشكله دي، وقدمت لنا الستيم او الديل الاقصر اللي فيه تجويف بيخليك تفعصه عشان تعمل التحكمات اللي انت عايزها، تشغل اغاني، توقفها، ترد على المكالمه. الايربودز 3 الجديده دي بقى بتتبنى هذه الفكره، بتيجي بنفس الديل بتاع الايربودز برو، بنفس التجويف ونفس التحكم بالفعص، ودي حاجه ممتازه لانها بتاخد الشيء الكويس بين العالمين، تاخد الفيتنج الكويس من الايربودز 2 بالنسبه لي، يعني الفيتنج بتاع الراس البلاستيكيه، وبتاخد الديل اللي بيقدم لنا التحكمات اللي بالفعص بتاع الايربودز برو، فزي ما بيقولوا بيست اوف بوث وورلدز. ولكنها بتفتقد ميزه مهمه جدا طبعا، وهي دي التفرقه الاساسيه بينها وبين الايربودز برو، وهي عزل الضوضاء. ودي النقطة اللي هتفضل تميز الايربودز برو عن الايربودز
3. لو مش عارف ايه ميزة عزل الضوضاء اللي اتقدمت في الايربودز برو، انا كنت عامل فيديو تفصيلي جدا بشرح فيه ميزة عزل الضوضاء دي وبتشتغل ازاي مع الايربودز برو وازاي توقفها وازاي تشغلها. الفيديو ده كان حلو جدا وكنت بوضح فيه النقط دي بمؤثرات صوتيه وحاجات كده، فهسيب لكم الفيديو في الاي اللي فوق لازم تتفرجوا عليه. المهم الايربودز 3 ما فيهاش العزل ده، فانت وانت حاططها في ودانك هتبقى سامع اصوات العالم الخارجي كلها. ودي النتيجة الطبيعية بتاع انها سماعة بلاستيكية. اي سماعة بجلدة بيبقى فيه حاجة اسمها sound isolation غير النويز cancellation. انت كده كده هي زي كأنك حطيت قطنة في ودانك، كده كده انت مش سامع كويس اصوات العالم الخارجي، لكن دي سماعة بلاستيكية فما فيهاش الكلام ده. وده حلو بالنسبة للناس كتير، لان مع الايربودز 3 تقدر تحطها في ودانك وانت ماشي في الشارع وتسمع اصوات الكلاكسات بتاع العربيات، تسمع صوت الدوشة عشان لو حد نده عليك، وكل ده هتسمعه مهما كنت مشغل المزيكا على اعلى صوت. مع البرو بقى بيبقى عندك اوبشن من اتنين، يا تسمع اصوات العالم الخارجي مع وضع الترانسبيرنسي، يا تختفي عن العالم وتشغل النويز كانسليشن وما تسمعش حاجه خالص. مع الايربودز 3 مفيش الميزه دي، هو ده الشيء اللي بتخسره، وده طبعا بيأثر على احساس انغماسك جوه المزيكا. فلو انت الهدف اللي بتسعى وراءه في شراء سماعات عامة هو تجربة سماع المزيكا، مش هتكون الايربودز 3 هي احسن اختيار. في هذه الحالة البرو هتكون افضل عشان العزل، وعشان كمان بيجي فيها درايفر حجمه اكبر فالصوت بيبقى افضل شوية. بس الايربودز 3 مش اي كلام برضو، يعني هي احسن من القديمة في حاجات كتير. الدرايفر اللي فيها احدث، بقى بيدعم حاجة اسمها الادابتيف اي كيو. الادابتيف اي كيو ده بيعمل ايكوالايز للصوت على حسب نوع المزيكا اللي انت مشغلها. يعني لو انت بتسمع راب هيعلي البيز شويه، لو انت بتسمع موسيقى كلاسيكيه هيحاول يؤقلم السيتنجز بتاع الصوت عشان الصوت يبقى كلير اكتر مش بيزي، تبقى سامع صوت الشخص اللي بيغني. بتسمع ام كلثوم مثلا، تبقى سامع ام كلثوم كويس. واهم حاجه في الدرايفر الجديد مش الكلام ده، اهم حاجه ان هو بيخلي السماعات دي تدعم السبيشال اوديو، الصوت المحيطي اللي بيخلي الصوت كأنه جاي من حواليك، مش بس سماع يمين وشمال، لا من كل أركان الغرفة. دي الميزة اللي تقدمت في الايربودز ماكس والايربودز برو، واللي عملنا عنها برضو فيديو تفصيلي هسيبهولك في اللاي اللي فوق. دلوقتي ميزة السبيشال اوديو دي بقت موجودة في السماعات الأرخص من أبل، السماعات الستاندرد، الايربودز العادية اللي كل الناس بتشتريها، بقى فيها ادابتيف اي كيو وبقى فيها سبيشال اوديو. دي الحاجات اللي بتكسبها هنا مع الديزاين الجديد والفيتنج الاحسن، وبتكسب كمان كواليتي صوت ميكروفون ممتازه جدا واحسن من الجيل القديم، واللي هو ما فرقش خالص عن الايربودز برو. والحقيقه اللي برضو ما فرقتش عن الجيل الاولاني، يعني كلهم الفرق في المايكات ما بينهم بسيط جدا. مع الايربودز 3 بقى ما زلت بتحافظ على مزايا سهوله الاستخدام اللي موجوده ومتوفره بين الايربودز والايفون، بحيث ان انت لما تقرب الايربودز للجهاز هتلاقيها بتكونكت معاه بتكت زرار واحده، ولما تبقى حاطط السماعات في ودانك وتشيلها المزيكا تقف، تحطها تاني المزيكا ترجع تشتغل. وبتكسب كمان ميزه زي هي سيري اللي بتخليك تكلم سيري مباشرة من السماعة وتديها أوامر صوتية زيها زي الايربودز برو، ودي حاجة ما كانتش موجودة في الايربودز القديمة. وعلى فكرة مع الايربودز 3 بتاخد عمر بطارية أطول، والكفر بتاعها كمان بيشحن من خلال الماك سيف، الشاحن الوايرلس الممغمغ، مش محتاج انك لما تيجي تحط السماعة بقى على شاحن وايرلس تقعد تظبط مكانها بالظبط وبتاع، لا انت حطها بس على المغناطيس هتشحن على طول، أو اشحن من خلال اللايتنينج بورد. فهي في الحقيقة الميكس المثالي بسعر منطقي، وبالنسبة لي أنا الفيتنج بتاعها ممتاز، لكن انا منصحش بيها لاي مستخدم موبايل اندرويد، لان كواليتي الصوت مع موبايل اندرويد مش بتبقى احسن حاجه، وطبعا بتخسر مزايا الكونكتيفيتي السهل ما بينها وما بين الايفون. ولكن خلينا دلوقتي نجاوب على السؤال المهم، تشتري الايربودز 3 ولا الايربودز برو؟ لما تكون اهم حاجه عندك العزل واهم حاجه عندك كواليتي الصوت اشتري الايربودز برو، ولكن للاستخدامات العاديه كلها اي حاجه ثانيه انا شايف الايربودز 3 احسن. تعمل بيها بقى مكالمات، تسمع بيها مزيكا بس حواليك مفيش حواليك دوشه، او بتسمع فيديوهات، بتسمع حاجات عاديه، استخدامات سماعه عاديه، مش هدفك الاساسي هو افضل كواليتي صوت او عزل الضوضاء، ساعتها الايربودز 3 ممتازه. وطبعا ما تشتريش الايربودز 2 لانها ادبت جدا وبقت سيئه جدا وغاليه على اللي بتقدمه،
وبالسعر ده ممكن تجيب حاجات احسن كتير. يعني عندك الجالاكسي بادز 2 احسن منها بكتير، لكن من قبل ما تشتريش يا اما الثري يا اما البرو. بس كده، هو ده كل شيء ممكن نقوله فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.